أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم صلاة من يصلي الصلاة في البيت؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم صلاة من يصلي في البيت؟ صلاة نافلة ولا فريضة؟ صلاة النافلة في البيت أفضل، أما صلاة الفريضة فلا، في المسجد. صلاة الفريضة تجب مع الجماعة في المسجد، ولا يجوز له أن يصلي في البيت إلا لعذر كالمرض والخوف. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يجب عليه أن يجيب النداء ويحضر المسجد ويصلي مع المسلمين. صلاة الجماعة واجبة. نعم.